السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة خطواتي في الصلاة والخياطة. ونبداو لا فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم غادي نزين معكم واحد السلة بحال هادو، غادي نزينوها بهاد السنتة هادي وهاد الكيس ديال الحوايج اللي الا شريتي الحوايج من المحلات تيعطيوكم بحال هاد الاكياس. انا نوريكم الطريقه كيفاش غتزينو. غادي تاخذوا هاد السنتة هادي وغادي تبقاو تدخلوها هكا وحده هكا وحده هكا، اولا الا بغيتو تنقزو جوج بحال هكا وتنقزو وحده من الداخل باش تبقى تبان لكم السنتة كثيرة بحال هكا. بغيتو هكا، بغيتو تنقزو وحده وتدخلو وحده، وانا ندير بحال هكا ونبقى غادا كندور الداخل تنقز غير وحده هانتوما والفوق جوج بحال هاد الطريقه هادي حتى كندور على هاد السله كامله تتبدلوا ليها المنظر ديالها تجي صراحه زوينه هانتوما. بعض الخطرات تيلوحو فيهم الدراري هاد الشي ديال البيمو كيكون فيه الشوكولاط، كل مره كتبغي تصبنها. اللهم هاد الكيس كناخذو هاد الكيس ديال الحوايج غادي نعبروه. ممكن انكم ديروا الثوب، غير الا في حالتي الا ما كانش عندكم الثوب ديروا هاد الكيس. غادي تشدوا هاد الدوره ديال هاد السله، عندنا 80 في هاد الدورة هادي، هاد الدورة عندنا فيها 80. من الأحسن تنيوها على 4، تنيوها على 4، 80 قسنا على 4 كتعطينا 20، هاهي هاهي 20، ومن هنايا 54 قسنا على 4 كتعطيني 13.5، هاهي 13.5، ندير 14 و تنسطر، هانتوما غادي نديرو غنشوفو نعبرو الطول ديال السلة ديالنا
فيها 23. غادي نشوفوا من هنايا 23 23 زائد النصف ديال الدورة ديال هاد البلاصة هادي. ثلاثة وعشرين زائد ثمانية، حيث القطر ديال هادي فيها النصف ديال القطر ديالها فيها ثمانية. هانتوما هادي ثلاثة وعشرين زائد ثمانية، من هنايا غادي نديرو من هاد من هنايا غادي نديرو ديك 20 هاهي باش ما تجيناش صغيرة. زدنا الطول ديال هاد البلاصة هادي على النصف، زدناه حتى لهنايا، تتعبرو من هنايا من هاد النصف ديال هاد البلاصة هادي وتتعبرو حتى الفوق حتى لهنايا. داكشي اللي تيخرج ليكم كتعبروه من تحت، خرج لينا 32. هاد 32 من هاد 32 غادي نعبرو 20 سنتيم هانتوما، ومن هنايا لهنايا تنديرو نيت 20 بحال هكا. هادو تيجيو الصراحة مزيانين في هاد لي بوبيل ديال الدراري الصغار، تنحطو ليهم في بيوتهم. ممكن انكم ديروا هاد الثوب، ولكن حتى هذه فكره مزيانه. غادي ندير هنايا دوائر هانتوما بحال هكا، نديرو بحال هكا وبحال هكا. هانتوما شوف الشكل ديالها كيفاش كيجي. انا غادي نخيطها من هنا، غادي نخيطها من هنا ونخيطها من هنايا. وها هي السله ديالنا، ها هو داك الغلاف ملي خيطناه، ها هو غادي ندخلوه في هاد السله هادي. نديرو لها بحال هكا حتى كتشد الفورمه ديالها. المهم هذا هو الشكل ديالها. هانتوما خدينا هاد السنتة هادي ب درهم ونص ولا معرف درهم للميتر، وهادي غير كيس ديال الحوايج اللي تيطرما. هانتوما درنا به هاد الديكور هذا هكا، حتى الا توسخات ليكم يمكن انكم تلوحوها. وهذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واشتركوا معايا في القناة باش يوصلكم الجديد ديالي.